السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده تكملة للفيديو السابق اللي كنا بنتكلم فيه برضو على الفيتشرز او ازاي نستخرج الفيتشرز من البري تريند موديل وبعد كده ندخلها لاي نوع من انواع الماشين ليرنينج. زي ما شفنا في المثال السابق، احنا حاولنا نطلع الفيتشرز من مثلا كنا شغالين على الموديل موجود عندنا ده مثلا ريزنت 18، وطلعنا الفيتشرز من البول 5 تمام، او من اللير بتاعت البول 5 تمام. طبعا احنا في الغالب بناخدها من اللايرز بتاعت البولينج عشان يبقى عدد الفيتشرز اقل، وبيبقى هو عمل لها افرج وما يبقاش عندك اكتر من ماتريكس يعني تمام. في نقطتين بس كنت عايز اتكلم عليهم موجودين برضو هنا في المثال. هو بيقول انت دلوقتي واخد من اللايرز اللي هي في الاخر تمام الكلام ده، فهو هنا بيقول لي مثلا ذا نتورك كونستراكت هيراركال ريبريزنتيشن اوف ذا انبوت ديبر لايرز كونتينز هاي ليفل فيتشرز تمام كونستراكتد يوزنج لو ليفل فيتشرز اوف ذا الي تمام. فاحنا عندنا هاي ليفل فيتشرز اللي احنا واخدينها من البولينج اللي في الاخر. طب لو انت كنت عايز تشتغل مع اللايرز اللي كانت موجوده في الاول، هو هنا برضو مدينا ليها مثال بعد ما خلص المثال بتاعه الاولاني تمام. قال لو فرضنا ان انا عايز اشتغل مع الريليو لاير تمام، فلما جه ياخد الاول بتاع الريليو لاير كان طالع عنده في الفيتشر ترين كده 28 في 28 في 128 في 55 تمام. ده كده هو عنده ان من الماتريكس تمام، عنده عدد من الماتريكس وطبعا عدد فيتشرز كبير تمام. فبيحاول يجيب لهم المين تمام، يعني اللي هو عمله هنا قال انا طبعا مش هعرف اخد القيم دي زي ما هي، المره اللي فاتت كان عندنا بولينج، فانا هحاول انا اعمل الافرج بولينج ده تمام. فهنعمل افرج بولينج ده ازاي؟ زي ما هو عمل بداله سكويز للمين للفيتشرز اللي كانت موجوده عنده عشان يظبط عدد الفيتشرز اللي كانت موجوده عنده. ففي النهايه طلع له الفيتشر ترين يساوي 55 في 128 تمام الكلام ده. هو طبعا اكبر من اللي كان موجود عندنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كان عندنا 512 فيتشر، هنا لو فرضنا 55% فبتتكلم في 5500 فيتشر، يعني 10 اضعاف الفيتشرز اللي كانت موجوده عندنا المره اللي فاتت، لان انت واخد من اللايرز اللي فوق تمام. في النهايه طلع الاكيورسي طلعت معاه 95%، احنا المره اللي فاتت طبعا او على نفس المثال ده يعني كان الفيتشرز طلع معاه المره اللي فاتت بكام؟ ب 100% تمام. فاذا يفضل ان انت تاخد لايرز من الموجوده عندك في الاخر، هيبقى فيه عدد فيتشرز اقل وهتديك اداء كويس جدا برضه مع الماشين ليرنينج. طيب دي الجزئيه الاولانيه اللي كنت عايز اتكلم عليها. طيب الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، طب خلينا نغير عن المثال ونحاول نستخدم حاجه غير ريزنت 18. يعني مثلا نفترض انا عايز اشتغل مثلا على ريزنت 50 مثلا يعني تمام. هاخد السطرين دول كده، ممكن الاول نعمل سي ال سي وكلير والكلام ده ننفذهم. هنيجي هنا كده على السطرين اللي موجودين عندنا دول. طبعا النتورك كانت موجوده عندي قبل كده، فانا عشان كده ايه قلت اعمل كلير عشان اشيل النت اللي كانت موجوده عندنا قبل كده. انا اللي عايز اعمله اللي انا اشوف ريزنت 50 واشوف اللايرز اللي موجوده فيها واشوف اسم اللاير اللي انا عايز اخد منها الفيتشرز. يعني انا الهدف بس اللي انا اشوف ايه اللاير اللي انا هاخد منها الفيتشر. طبعا الموديل ريزنت 50 ده 177 فيتشر 177 لاير اسف. ننزل تحت كده نشوف اخر واحده بولينج فين، اخر بولينج طبعا لو مفيش بولينج ممكن اخد ريليو وننفذ نفس الكلام نجيب لها المين يعني. بس انا بدور على اخر لاير بولينج نشتغل عليه. افريج بولينج يعني، بس انا مكنتش واخد بالي منها اسمها افريج بولينج. هي بعدها طبعا اف سي اللي هي الفولي كونكتد والسوفت ماكس والكلاسيفيكيشن لاير، يبقى افريج بولينج اللي هي اللاير 174 فاسمها اي في جي اندر سكور بول. يبقى ده اللي انا هغيره في الكود بس مع الكلمه دي، هغير الاسم بدل بول 5 هتبقى اي في جي اندر سكور تمام. ده بس اللي محتاج اغيره في الكود، غيرت الاسم اللي كان موجود عندي تمام، وغيرت الاسم بتاع اللير بس، مش محتاج اغير حاجه اكتر من كده. طبعا لو مش هشتغل على حاجه تانية مش محتاج ان انا اجيب الفيتشر اول ولا اجيب الواي اول اللي موجود عندي. خلاص نعمل ران للكود بتاعنا.
طبعا طلع الاكيورسي بتساوي 100% اهي، تمام. وطبعا كان على اللاير دي كان بياخد 2000 فيتشر من كل صورة، تمام. طبعا نقدر نتأكد من القصة دي من اللايرز اللي كانت موجودة عندنا. معلش نصغرها تاني كده، نجيبها كده في جنب وننزل تحت ونشوف هو كان بياخد كام فيتشر في اللاير بتاعة الافريج بول، تمام. تمام طيب، المفروض 2048 يعني، على اللي مكتوب 2048. 2048 مظبوط كده، تمام. يبقى 2048 هنا عندي 50 صورة في 2048 بتوع التست دي الفيتشرز بتاعتهم، وعندي هنا الترين 250 صورة اللي هم عبارة عن 250 رو يعني في 2048 كله. يبقى هو واخد 2048 فيتشر من كل صورة، وبرضه طلع الأكيورسي كانت بتساوي 100%، تمام الكلام ده. يبقى أنا كده مثلا جربت ريزنت 18 وريزنت 50. طب خلينا مثلا نشتغل مع الفي جي جي، في جي جي 16 مثلا، تمام، او في جي جي 19. نجرب الفي جي جي 19 كمثال، برضو هحاول ننفذ موضوع الكارير ده. زي ما قلت لكم انا ممكن اجرب اي موديل، بس يعني عشان ما نطولش عليكم هنحاول نشوف برضو اللايرز اللي موجودة عندنا هنا اسمها ايه، واغير الاسم اللي هيبقى موجود عندي، او غير الاسم بتاع اللير اللي انا هاخد منها القيم يعني. طيب هننزل تحت كده نشوف فين الافرج بول. فين الافرج بول؟ ماكس بولينج كان اسمها بول 5، تمام، و512، تمام. يبقى انا كان عندنا اسمها بول 5 زي اللي كانت موجودة في ريزنت 18، بول 5، تمام. طبعا دول كانوا كام لير؟ دي كانت 47 لير. طيب تمام، نعمل ران على كده ونشوف. طبعا لو في خطأ في اسم اللير اللي انا واخدها او في مشكلة هيطلع لي طبعا رسالة خطأ يعني. وانا طبعا عامل هوز هنا فيتشر ترين عشان اشوف الفيتشر ترين فيها كام صف وفيها كام عمود عشان اعرف هو واخد كام فيتشر. هنا عمل لي مشكلة في الجي بي يو زي ما قلت لكم، تمام. عشان نعالج المشكله دي بضيف الجزئيه بتاعه الاكسكيوشن انفايرمنت بخليها سي بي يو عشان اعالج الموضوع بتاع الجي بي يو ده، تمام. بنروح للجزئيه بتاعه الاكسكيوشن انفايرمنت بنغيرها له. رجعت الجزئيه بتاعه الاكسكيوشن انفايرمنت واخليه يشتغل على السي بي يو، طبعا هيبقى ابطأ، بس هو ده المتاح يعني عشان نعالج مشكلة الايرور اللي عندنا ده. وهنا برضو مش محتاج بقى الفيتشر اول ولا الواي اول عشان تبقى الدنيا سريعة شوية. وقلنا احنا شغالين على في جي جي 19، تمام. هو طبعا بيقول لو عايز تعمل ريسيت للجي بي يو اكتب جي بي يو ديفايس اوف 1. انا جربت القصة دي وما نجحتش، قفلت الماتلاب برضو فتحته وما بتنجحش الموضوع ده، بتبقى محتاج اعمل ريستارت للجهاز لو في مشكلة معاه مع الجي بي يو. هو طبعا للأسف هيطول عن المرة اللي فاتت يعني، هياخد وقت شوية عما يشتغل على الجي بي يو. قلنا كان عندنا كام فيتشر؟ احنا عندنا بول 5 512، 7 في 7 في 512، طبعا هو لسه بيزي اهو شغال مفيش اي ايرور موجود عندي، بس بيطول شوية يعني. طبعا لو فرضنا حد ما عندوش جي بي يو اشتغل عليه فهو باي ديفولت الماتلاب هيشتغل على السي بي يو. هو المشكلة بس لما يكون عندك جي بي يو ويكون الجي بي يو حصل فيه مشكلة ولا حاجة فبيطلع لك ايرور يقول لك الجي بي يو فيه مشكلة، فبروح مغير له وعم مغير له الاكسكيوشن انفايرمنت على السي بي يو. كده تمام، خلص اهو، تمام.
فزي ما قلنا كان الفيتشرز اللي موجودة عندنا كانت 512، راحت فين؟ البول، بول 5 هنا 512 في 7 في 7، تمام؟ 512 في 7 في 7 دي بتطلع بالرقم اللي طالع عندنا ده اللي هو 25088. فإذا هو كده واخد من كل صورة 25088، تمام الكلام ده؟ طبعا رقم كبير يعني، وفي النهاية طلع الأكيورسي كانت بتساوي 1. طبعا كنت ممكن أروح للليرز بعد كده عشان أقلل الوقت بتاعه أو أقلل وقت الشغل دوت. يعني مثلا هنا كنا وصلنا في الريليو دي كان عندنا 4000، فكنت ممكن أشتغل على الريليو 7 مثلا أو اللي قبليها. أنا مثلا قبل الريليو 7 كان موجود عندنا مثلا اف سي 7، تمام؟ يبقى ممكن اشتغل على اف سي 7 مثلا، اف سي 7 هيبقى عدد الفيتشرز اللي واخدها من كل صورة أقل، تمام؟ وأكيد ده هيسهل الدنيا معايا. ده زي ما قلنا في اف سي 7 كان واخد تقريبا 4096 فيتشر من كل صورة. طبعا من الحاجات الجميلة في الماتلاب الكود، الماتلاب زي ما قلنا نقدر نعمل له ران على الجي بي يو. ده حل. في حلول تانية طبعا، احنا ممكن نحول كود الماتلاب ده الكود سي يشتغل مباشرة على الجي بي يو، تمام؟ وطبعا موجود في الماتلاب حاجة اسمها كودا كودر، تمام؟ تقدر عن طريقها اللي انت طبعا بتنزل لها لايبرز وبتنزل ليها ملفات عن طريق نافيديا وحاجات زي كده، بس في النهاية تقدر ان انت تحول كود الماتلاب بتاعك ده الكود سي كود يعني يقدر يشتغل على الجي بي يو مباشر يعني، تمام؟ ده من ضمن الحلول برضو اللي الماتلاب عاملاها. طبعا في امكانية تانية اللي هو امكانية البارل بروسيسنج يعني، تمام؟ اللي انت باستخدام البار بول ديت تستخدم مثلا بار فور وحاجات زي كده وتشتغل بارل بروسيسنج، تمام؟ ففي اكتر من حل في الماتلاب يعني، بحيث تقدر تزود السرعة بتاعة الشغل بتاعك غير طبعا الشغل على الكلاود يعني. طلعت الاكيورسي كانت بتساوي 100%، تمام؟ وزي ما قلنا كان عندنا 200 صوره وكل صوره واخد لها 4096 فيتشر. طبعا لاحظنا، شوف كل المره اللي فاتت كان عندنا 25000 فيتشر و4000 واشتغلنا على 512 في امثله تانية، وفي النهايه قدر برضه يوصل لاكيورسي 100%، تمام؟ فاذا الاختلاف بتاع الكبير بتاع عدد الفيتشرز على الاقل على الداتا سيت اللي انا شغال عليها ما فرقش معايا قوي يعني، تمام؟ فطالما مش هيفرق معايا يبقى ما اشتغلش على عدد كبير من الفيتشرز. ممكن في انواع الداتا سيت تانية يبقى الموضوع مجدي يعني، تمام؟ لكن بالنسبة للمثال بتاعنا ده ما كانش الموضوع فارق معانا. هنكتفي بكده ان شاء الله. شكرا.